شاركت بلوحتين لوحتين تعبيرية حول القضية الفلسطينية، وهذا كان في النهار الأول تاع الافتتاح. اليوم أنا ندير مسابقة خدموا لي بورتري لشخصيات من الولاية هنا. شفنا مشاركة يعني طيبة من مجموعة من المتسابقين والمترشحين اللي مثلوا عدة ولايات من ميلات، بيسا، قسنطينة، أم البواقي. عندنا عدة ولايات مشاركين، أحد منهم مجددين في ولاية بيسا عنا مزيفة. وبالنسبة للمعاني العمومية عندنا ثلاثة أعمال راح نرشحوها لتمثل شخصيات ثقافية تمثل الأوجه الفنية لمدينة بيسا، الأوجه الثقافية ولا العلمية.